ليس له أصل، إنما تهنئة في العيد، عيد الفطر وعيد رمضان هذا تهنئة، وفي العام الهجري ليس له أصل. نعم، لأن هذا في عام 16 في زمن عمر، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف العام، ما في عام هجري، وكان الصحابة يعرفون، وكان هجرة معروفة في كذلك في خلافة أبي بكر وفي أول خلافة عمر كذلك. على هذا فلا يهنأ به حتى الآن. الخطبة الآن والمواعظ الآن عن آخر العام الهجري ومحاسبة النفس وكذا، في إشكال، في إشكال المحاسبة في كل وقت. والعام الهجري هذا عام يعني اجتهادي، بدؤه اجتهاد من الصحابة. متى يبدأ؟ النبي هاجر في ربيع الأول، منهم قال ربيع الأول نبدأ، لأنه هو الشهر الذي هاجر فيه النبي. منهم قال يبدأ من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم قال يبدأ من هجرته. اتفقوا على يبدأ من الهجره.